السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة 7 و8 من الوحدة الرابعة الماء والطبيعة، المرجع الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذن علم درسي اليوم كيف أتعرف فصول السنة، كيف أتعرف فصول السنة. إذن وضعية الانطلاق، تتغير مظاهر الطبيعة حسب الفصول، تتغير مظاهر الطبيعة حسب الفصول. إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى، الطبيعة مخضرة، الزهور متفتحة، السماء صافية إلى غائمة، بعد الشيء يعني الجو معتدل كما يظهر في الصورة. في الصورة الثانية، إذا هذه الصورة كتمثل لنا أحد فصول السنة اللي هو الرابع، اللي هو فصل الرابع. هذه من بين خصائص فصل الرابع. الصورة الثانية، مصطفون على شاطئ البحر، لاحظوا معي السماء صافية، البحر هادئ. إذا هذه من مظاهر فصل الصيف. لاحظوا معي الصورة الثالثة، الأشجار شبه عارية، أوراق الأشجار على الأرض، ساقطة على الأرض. إذا هذه من مظاهر فصل الخريف. إذا لاحظوا معايا الصورة الأخيرة، ثياب ثقيلة، يعني ثياب اللي كتحمينا من البرد، المطرية، المطر يهطل. إذا هذه من مظاهر فصل الشتاء. ما هو السؤال؟ إذا السؤال هو كيف أتعرف فصول السنة، كيف أتعرف فصول السنة؟ إذن كيف أتعرف فصول السنة؟ كيف عرفنا إحنا هذا ربيع، هذا صيف، هذا خريف، هذا شتاء؟ إذن أتعرف فصول السنة من خلال خصائصها. أتعرف فصول السنة من خلال خصائصها. أتعرف فصول السنة من خلال خصائصها. أحدد اسم الفصل الموافق للمميزات الأربعة اللي في كل حالة. إذا نحدد اسم الفصل من خلال مميزات الأربعة في كل حالة، إذا الصيف، الخريف، الربيع، الشتاء. إذا بعد الخصائص، لاحظوا معايا الصورة الأولى، مجموعة الأشخاص اللي كيلبسوا ثياب اللي كتحميهم من البرد، المطر يهطل بغزارة. إذا الصورة الثانية، توقف نمو بعض النباتات، يعني كتوقف نمو بعض النباتات، انخفاض درجة الحرارة كما قلتنا، ارتداء ثياب ثقيلة، سبات بعض الحيوانات، بعض الحيوانات اللي كتقوم بالنوم طيلة فصل. إلى فصل هاد الصور كدلنا، وهاد الخصائص كدلنا على فصل الشتاء. الشتاء. الصورة الثانية، لاحظوا معايا الأزهار متفتحة، طبيعة خضراء، القيام بالنزهة في الغابة، والفراشات فوق الأزهار. إذن هذه من خصائص فصل الربيع، فصل الربيع. الصورة الثالثة، لاحظوا معي جيدا، هنا الفلاح يقوم بحصاد محصوله من القمح. الصورة الثانية، ظهور الثمار على الأشجار، هذا موسم كنتسميوه موسم الغلال، جمع الغلال. الصورة الثالثة، صورة طفل في البحر. إذا الصورة الرابعة، تكاثر الحشرات، تكاثر الحشرات، هذا الذباب بالتحديد. إذا هذه من خصائص فصل، هنا فصل الصيف، فصل الصيف. إذا الخصائص المجموعة الرابعة، الأشجار عارية من الأوراق، تساقط الأشجار على الأرض، لاحظوا معي السماء غائمة،
غائمة وهجرة الطيور، الطيور تهاجر من الأماكن الباردة إلى الأماكن الدافئة، إذا هذه خصائص فصل الخريف، هذه خصائص فصل الخريف. إذا كما قلنا السماء غائمة، الأوراق الأشجار على الأرض، الأشجار تصبح شبه عارية من الأوراق، وهجرة الطيور. إذا من خلال هذه الخصائص ما هو الفصل الذي أعيش فيه حاليا؟ حاليا ما هو الفصل الذي أعيش فيه؟ إذا الفصل الذي أعيش فيه حاليا هو فصل الربيع. إذا الربيع تقريبا اليوم 19، إذا بقات لي واحد 3 ديال الأيام، إذا فصل الربيع. إذا الفصل الذي أعيشه هو فصل الربيع. ملاحظة، لكل فصل من فصول السنة تغيرات في الطبيعة تميزه. إذا كل فصل من فصول السنة عنده واحد التغيرات، واحد التغيرات، واحد الخصائص، واحد المميزات اللي كتوقع عليه في الطبيعة وتميزه. إذا أستنتج، تتكون كل سنة من كم فصل؟ إذا كما شفنا تتكون كل سنة من 1 2 3 4، من 4 فصول، من 4 فصول. الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. إذا السنة الماضية هي سنة 2021. الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. السنة الحالية هي سنة 2022. إذا أتم الملخص بما يناسب. الشتاء، الخريف، النباتات في السنة 4 فصول، والربيع والصيف. إذا عندنا الشتاء، الشتاء هو اللي كيسبق الربيع، الشتاء والربيع والصيف والخريف. أن الفصل الذي سينقضي بعد يومين هو فصل الشتاء اللي كنعيشو حاليا، هو الشتاء تحديدا، ولكن الفصل اللي غيدخل لنا بعد 3 أيام هو فصل الربيع، الآن كنعيشو أجواء الربيع. والصيف والخريف، يتميز كل فصل من فصول السنة بتغير مظهر النباتات وسلوك بعض الحيوانات وتغير درجة الحرارة. نورمالمون خص النباتات ما تكونش باش نكسبوها، ولكن ماشي مشكل. إذا في السنة 4 فصول، الشتاء، الربيع، الصيف والخريف. يتميز كل فصل من فصول السنة بتغير مظهر النباتات وسلوك بعض الحيوانات. كما شفنا هنايا النباتات تتوقف عن النمو، هنا تزهير، الحيوانات تثبت، يعني ثبات الحيوانات او هجرة الطيور او تكاثر الحشرات. اذا هذا هما السلوكات اللي كتبدل بعض الحيوانات ومظاهر النباتات. وكذلك تغير درجة الحرارة، اما كترتفع درجة الحرارة خلال فصل الصيف او تعتدل خلال فصل الربيع وقليلا فصل الخريف، او تنخفض في فصل الشتاء. اذا انمر سيدي سنة اني فصل سيزان، سنة اني فصل سيزان. اعبئ تعلماتي، اكتب اسم الفصل المناسب لكل نشاط. اذا اسبح في البحر، اسبح في البحر، السباحة في البحر تكون في فصل الصيف. الصيف، أتزحلق على الجليد، إذا تزحلق على الجليد يكون في فصل الشتاء. أشم رائحة الأزهار بالحقول، إذا رائحة الأزهار تكون في فصل الصيف. عفوا، رائحة الأزهار في الحقول الربيع، أعتذر. أجمع أوراق الأشجار المتساقطة في فصل الخريف. إذا أسبح في البحر الصيف، أتزحلق على الجليد الشتاء، أشم رائحة الأزهار بالحقول الربيع، أجمع أوراق الأشجار المتساقطة في فصل الخريف. السؤال الثاني، أصل بسهم اسم الفصل بالرسم الموافق له. لاحظوا معي الصورة الأولى، الأشجار بدأت يعني بالإصفرار بأخذ لون أصفر أو بني وتتساقط. إذا هذا من خصائص فصل الخريف.
هنا الصورة الثانية، لاحظوا معايا الشجرة مخضرة، شجرة مخضرة وعليها بعض الزهور. إذن هذه من خصائص فصل الربيع. لاحظوا معي الصورة الثالثة، الثلوج، الثلوج تتساقط فوق أغصان الأشجار، وكذلك الشجرة أصبحت عارية من الأغصان ومن الأوراق. إذن هذه من خصائص فصل الشتاء. الصورة الثالثة، ظهور بعض الثمار وهي من خصائص فصل الصيف. ظهور بعض الثمار من خصائص فصل الصيف. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.